الأصيلة الثربت لعمر 3 سنوات فولمون الخيال ريموندو باتينو. والآن مع المدربة ديبي ماونتن. ارفع الكاس فوق فوق. دربي قطر للعام 2018. صورة تذكارية للفائزين مع سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة. تهانينا والمبروك للفائزين والفائز بختام هذه الأمسية فولمون يا سيد عبد الله حسن العبد الملك. كل الشكر لسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وأيضا كل الشكر للسيد عيسى المهندي رئيس مجلس إدارة نادي السباق الفروسية والسيد ناصر شريدة الكعبي. إذا متابعينا الأعزاء، مشاهدينا، مستمعينا، هذا كان ختام أمسية داربي قطر لعام 2018-2019. تهانينا والفائزين وحظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. نلقاكم بإذن الله تعالى في أسبوع قادم وتحدي قادم. إلى ذلك الحين لكم من تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.